نعم، هذه المصيبة الضخمة في عنق من الذي قتل الحسين ابن علي رضي الله عنه؟ وذكرنا أسماء كثيرة في هذه المعركة، وفلان قاد الجيوش، وفلان ذهب، وفلان كلمه، وفلان كان يوشك أن يسلمه ثم بعد هذا فعل. من الذي قتل الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه؟ أما مباشرة القتل فشمر بن ذي الجوشن وسنان بن أنس، هذا هو المشهور، قبحهما الله، أن هذين الرجلين يعني هما اللذان باشر قتل الحسين رضي الله عنه. أما من حيث الجملة، نعم، فالذين جاءوا به وطلبوه أن يأتي هم الذين غدروا به، ولذلك علي رضي الله عنه كان يشكو من أهل الكوفة. أبو سعيد الخدري لما أراد الحسين أن يخرج الكوفة قال لا تذهب فإني قد سمعت أباك يشكوهم، يشكو أهل الكوفة هؤلاء، ولا أتكلم عن أهل الكوفة اليوم، أتكلم عن أهل الكوفة في ذلك الزمن، ذلك الوقت. نعم. نعم. فيقول من فاز بكم فاز بالسهم الأخيب. نعم. هذا ينقل أبو سعيد عن عن علي رضي الله تعالى عنه. وكان علي رضي الله عنه يقول لأهل الكوفة أقومكم غدوة ثم ترجعون إلي عشية كظهر الحية. علي بن طالب يقول عنه. نعم. يقول لوددت أن معاوية صارفني فيكم صرف الدينار للدرهم، لا حول، فأعطيه عشرة ويعطيني واحد من أهل الشام. من كثر يعني علي متضايق. نعم. من هؤلاء القوم لم يكونوا كما يريد. نعم، لا شك خذلوه. والحسن كذلك كان يشتكي منهم رضي الله عنه، وكان يقول يعني إنما يعني بغضني فيكم قتلكم أبي. نعم. ومحاولة قتلي وانتهاب متاعي. نعم. كل هذا فعلوه. نعم. الحسين رضي الله عنه لما خرج من مكة إلى الكوفة الذين أرسلوا له الرسائل كثير منهم كانوا بجيش الكوفة وقاتلوه. وذاك يقول محسن الأمين في عيان الشيعة وهو عالم علماء الشيعة، يقول محسن الأمين وأرسل إلى الحسين 20,000 كلهم يقولون له بيعتك في عناقنا، ثم لما خرج غدروا به وقتلوه. قتلوه. فالذين طلبوه وبايعوهم الذين قتلوه. نعم. وقد صرح بها الذي ذكرته مرتضى المطهري، كثيرون من علماء الشيعة، مرتضى المطهري في كتابه الملحمة الحسينية. نعم. يقول والعجب أن الحسين قتل على يد المسلمين بل على يد الشيعة. هذا عجيب هكذا جدا. ينص هكذا مرتضى المطهري في عالم شيعي يقول الملحمة الحسينية. نعم. نعم هذا سبق. نعم. لكنهم لعلهم لم يقرأوا هذا الكتاب. لم يقرأوا هذا الكتاب. لم يقرأوا. نعم. الحسين قتل على أيدي الذين دعوه. مرة ثانية كلام هذا الرجل. نعم. كلام الرجل مرتضى المطهري. نعم. يقول والعجب. نعم. أن الحسين. نعم. قتل على يد المسلمين بل على يد الشيعة. شيعة. يقول وهذا الأمر الذي لا أكاد أتصور. محير، عجب صحيح. محير. هذا لغز. لغز. طيب. آه. ونص على هذا في مكان آخر. نعم. مرتضى المطهري. نعم. فقال وقتلة الحسين هم شيعته. ثم يبكون عليه اليوم. ثم يبكون عليه اليوم. عندكم مثل جيد مصريين. آه. يقول يبكي يقتل القتيل ويمشي في جنازته. هؤلاء تجاوزوا هذا. يقتل القتيل ويطالب بدمه. يطالب بدمه من؟ يعني الذين قتلوا الحسين هم الذين صاروا يطالبون بدمه. بدمه. ولذلك سموا أنفسهم بعد ذلك بفترة بجيش التوابين. توابون من ماذا؟ من مصيبتهم. من غدرهم. من هذا الغدر. الحسين رضي الله عنه. هذا الخطيئة. غدروا به تعال، وغدروا قبله بمسلم بن عقيل. غدروا قبله بأبيه. مسلم بن عقيل. أيس. نعم. خرجوا معه 4,000. نعم. ثم صاروا 30. ثم صار وحده. وحده ثم قتل. نعم. رضي الله عنه. فالقصد أن هذا بالنسبة للذين قتلوا الحسين. أما الثلاثة الذين هم رؤوس الحية كما يقال، عبيد الله بن زياد، شمر بن الجوشن، وسنان بن أنس النخعي. عبيد الله بن زياد في الأصل كان في جيش علي في صفين. من شيعته. عبيد الله بن زياد. نعم. وأبوه زياد كان واليا على البصرة من قبل علي. نعم. رضي الله عنه. شمر بن الجوشن كان في جيش علي في صفين. أيضا ما جاء أحد من الخارج يعني. وذكره الشيعة في رجال الشيعة. صحيح. ذكروا عبيد الله بن زياد وذكروا شمر بن الجوشن. نعم. وأما سنان بن أنس النخعي فأبوه أنس النخعي كان في جيش علي. لا حول ولا قوة إلا بالله. في صفين. هذا عجب. نعم يعني عجب. القضية قضية غدر. نعم. يعني هؤلاء غدروا بالحسين، ولكن لما كانت المصيبة عظيمة جدا فحاولوا أن يلقوا التهمة على أهل السنة. نعم. أنهم الذين قتلوا الحسين. نعم.
ولكن قتلة الحسين هم شيعته كما أبدا قتلوه من حيث خذلانهم قتلوه من حيث المباشرة للقتل وبأسيافهم قتلوه رضي الله عنه. عجيب 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 نعم. هذا أمر عجيب جدا، لكن القوم لا يقرؤون، ولو قرأوا لأراح نعم لا شك فيه.